ما هي مستورة هي أمه والحمد لله. ساتر يا رب. ما نفكها على نفسنا شوية. يا بنتي يا هبلة، ده أنا شايلهم لوقت زنقة. مين؟ أنا محروس يا أم حميدة. ساتر يا رب، وده جاي ليه؟ أنا داخلة جوه شوفي عايز إيه. في ايه يا محروس؟ ادخل. معلش اصل مستعجل شويه. مالك؟ مفيش، انا كنت قلت لك على الشغلانه الجديده. اه استلمتها؟ هستلمها بكره ان شاء الله. الف مبروك يا محروس. بس في حاجه ما حبيتش اقول لك عليها. في ايه خير؟ الشغلانه الجديده محترمه ومكسبها حلو وعليها القيمة، بس فيها سفر. هتسافر يا محروس؟ عشانك يا حميدة ان شاء الله. ان شاء الله هرجع من السفرية دي غني ومبسوط ومعايا فلوس وحكون من الأكابر. هتسافر فين؟ بلد كده نسيت اسمها. في الصعيد، مع ان اسمها كان على طرف لساني. واحد غيب كتير. كتير ايه بس يا حميده؟ وانا قادر على ابعادك. ايه مالك يا موكوس؟ مفيش حميده، الكلام اللي قلته لك سر مش عاوز حد يعرفه. تصبح على خير يا حماتي. محروس هيغرب ياما. هيغرب؟ قد ايه يعني؟ الله اعلم. عشان تبقي تسمعي كلامي. اكابر الحاره واعيانها دايخين عليك السبع دخان. ايه اللي عاجبك في الموكوس ده؟ شبابه ياما، اعيان الحاره عواجيز، عاوزين حد يطرقع لهم صوابعهم بالليل. يوجدك قداشه.